بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الزملاء الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في سلسلة أمراض الحيوانات حديثة الولادة، وتكلمنا في الحلقة الأولى عن الأمراض المعوية وأسبابها وأعراضها وطرق تشخيصها، وتكلمنا عن أخطر هذه الأسباب اللي هو ما يسمى بالتسمم المعوي أو الكوليستريدال انفكشن. وبعد كده في المحاضرة الثالثة اتكلمنا عن الالتهابات أمراض الجهاز التنفسي، التهابات أمراض الجهاز التنفسي، وتكلمنا عن الأسباب والأعراض وطرق التشخيص. والمحاضرة الرابعة اتكلمنا عن وسائل علاج الأمراض الجهاز التنفسي، النزلات الشعبية، وقلنا إن هي أخطر حاجة فيهم اللي هي مرض الباسترولوزس أو ما يسمى بالتسمم الدموي. مرض البروسيلا أو التسمم الدموي بيمثل 75% من مشاكل الأمراض التنفسية في العجول والحملان والحيران حديثة الولادة. 75% من الأمراض التنفسية مسبب لها الباسترولوزس. واتكلمنا عن المايكوبلازما، واتكلمنا عن الأدوية اللي بتستخدم في علاج النزلات المعوية، والأدوية اللي بتستخدم في علاج النزلات الشعبية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو ازاي نعمل وقاية من الإصابة بالأمراض دي، سواء كانت أمراض النزلات المعوية أو ما يسمى خاصة أخطرهم اللي هو الكوليستريديا اللي هو التسمم المعوي، والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وعلى رأسهم الإصابة بمرض الباسترولوزس أو ما يسمى بحمى النقل أو حمى الشحم، أو هنا بيسموه في دول الخليج التسمم المعوي. فمحاضرة النهاردة اللي هي الجزء الأولاني من التطعيمات، موضوع التطعيمات موضوع كبير هناخده على حلقات إن شاء الله، ولكن الحلقة دي مخصصة للحديث عن تطعيمات ضد التسمم الدموي وضد التسمم المعوي. Vaccination program for protection from disease in farm animal. المحاور اللي هنتكلم عنها، عشان برضو لو في حد هيكون عنده أسئلة غير المحاور دي، احنا يعني تقريبا حاولت أجمع بعض الأسئلة اللي كانت دايما تجيلي على الواتس ويسألني فيها الدكاترة بخصوص التطعيمات، وأكيد في أسئلة تانية إن شاء الله حضراتكم هتسألوني فيها ونحاول نجاوب فيها، مع طبعا وجود يعني قمم من الزملاء المحترمين والخبرات العالية هنسمع منهم برضو إضافات أو تعليقات أو استفادة من خبراتهم في موضوع التطعيمات، لأنه موضوع كبير وفي كلام كتير، خاصة موضوع المناعة ديت يعني بقى الواحد بقى له مدة يقرأ فيها. فسبحان الله يعني موضوع يعني محتاج فعلا اهتمام واسع، لان احنا عندنا قاعدة عامة اللي هي الوقاية خير من العلاج. انا مش هستنى يكون عندي مزرعة اغنام ويستنى لما يجيلي حمى باسترولوزس او يجيلي تسمم معوي او يجيلي كولستريديا ويحصل نفوق عندي في الحيوانات وخسارة اقتصادية كبيرة، واقعد استخدم مضادات حيوية وغيرها. لا، ده احنا المفروض ان انا بمشي ببرنامج تطعيمي في المزرعة، سواء للأمراض البكتيرية أو الأمراض الفيروسية أو المايكوبلازما، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله خلال الحلقات القادمة. فالنهاردة هندي فكرة عن التطعيم، إيه هو التطعيم؟ إيه هو أنواعه؟ إيه أهميته؟ إيه الفرق بين اللقاحات الحية واللقاحات الميتة؟ وهل تطعيم قطيع من الغنم أو من العجول بيدي مناعة للقطيع 100%؟ ولا ممكن تظهر حالات برضو مرضية بعد التطعيم؟ طب لو ادينا لقاحين في جرورة واحدة زي الباستريلا والكولستريديا وإبرة واحدة للحيوان، هل هيدي نفس النتيجة لو احنا اديناهم منفصلين، ادينا الباسترولوزس لوحده وادينا الكولستريديا لوحده؟ ده الكلام ده كله انا يعني اي معلومة ان شاء الله هقولها النهاردة موثقة بالابحاث، وممكن ان انا اعمل لينك للابحاث اللي انا قرأتها او ابعت لكم نسخ منها ان شاء الله.
ايه هي التطعيمات اللي بستخدمها في مرض حمى النقل او الشيبنج فيفر او التسمم الدموي؟ ايه هي التطعيمات اللي هستخدمها في التسمم المعوي سواء التجارية سواء شركات اجنبية او شركات وطنية؟ وهنتكلم برضو عن الاجسام المضادة اللي بعد ما اعمل تطعيم بترتفع توصل للبيك بعد قد ايه من التحصين. طيب لو هي هنحصن حملان مولودة من أمهات أو عجول مولودة من أمهات غير محصنة أبدأ أحصنها إمتى؟ ولو مولودة من أمهات محصنة أبدأ أحصنها إمتى؟ هل ممكن أحصن أثناء وجود وباء؟ يعني عندي حصل جدري أو فوت أند ماوس أو حصل عندي باسترولوزس في المزرعة، ممكن أحصن والمرض موجود؟ دي كلها أسئلة حاولت إن أنا أجمعها وإن شاء الله أحاول أجاوب عنها في المحاضرة، وبرضو هننتظر أسئلة حضراتكم إن شاء الله. برحب بالزملاء جميعا شرفونا، ونتمنى إن شاء الله تكون محاضرة موفقة. إيه هو الفاكسين؟ الفاكسين هو عبارة عن بريبريشن بيتعمل في المعمل، بنحضره إما يكون ضد، يعني نجيب ميكروب ونموته او فيروس ونموته بسموه ديد فاكسين، او نضعفه يبقى ويك باثوجين، ويك باثوجين يعني مضاعف اتينيويتد. ده او ده لما بنديه للحيوان السليم بيتكون عنده مناعة لهذا الايه الميكروب المضاعف او الميت، عن طريق ان هو بيعمل ذاكرة اسمها ميموري، لان هو لو جه الحيوان بعد كده تعرض للإصابة بالميكروب ده فيبدأ يقاوم الميكروب الأساسي اللي دخل الجسم. ده معنى الفاكسين. هنتكلم على أنواع المناعة عامة قبل ما ندخل في الفاكسينات. ربنا سبحانه وتعالى زود جسم الإنسان وجسم الحيوان بوسائل دفاعية كبيرة. الوسائل الدفاعية دي تبدأ من الجسم من الخارج، الجلد، جلد الحيوان ده يعتبر وسيلة للدفاع، وفي أجسام مناعية تمنع الغزو البكتيري أو الفيروسي من خلال الجلد وإفراز العرق والحاجات دي، كل ده بيموت البكتيريا. وعن طريق الفم اللعاب والغشاء المبطن للقناة الهضمية ده برضو وسيلة دفاع قوية، وعصير المعدة لما يدخل الميكروب للمعدة بتقتله عن طريق الأجسام المناعية الموجودة في المعدة وكذلك الأمعاء. برضو عملية التيرز الدموع والكحة اللي لما الحيوان يكح أو لما يجيله إسهال أو يجيله حاجات زي كده، كل دي وسائل لتخريج الميكروب من الجسم والتخلص منه. ده كلها وسائل طبيعية ربنا زودها. لو الميكروب بقى نجح وعدى قناة هضمية ودخل على الدم، بيبدأ بقى أجسام مضادة موجودة تدافع عن الجسم. احنا عندنا في الحيوانات بيختلف الوضع شوية عن الإنسان. الأم الحامل بتدي المناعة بتاعتها للجنين وهو في بطن أمها، لسه في بطن أمه بياخد مناعة من الأم، بتمر عن طريق المشيمة وتوصل للجنين. لكن عندنا في الأبقار والأغنام والإبل المناعة الأمية اللي هي عند الحيوان الأم لا تنتقل عن طريق البلاسنتا إلى الجنين، ولكن بتنزل في السرسوب اللي هو الكولوستروم، بتنزل في السرسوب وتدي مناعة للعجل وتدي مناعة للحمل أو للحوار، بيسموها passive immunity، natural passive immunity، اللي هي بتيجي عن طريق السرسوب. واحنا في محاضرة اللي قبل اللي فاتت أو أول محاضرة اتكلمنا عن أهمية السرسوب وتركيزه، ولازم يتاخد خلال الساعات الأولى بعد الولادة، لأن هو ده مهم جدا، لأنه بيدي أجسام مضادة سماها immunoglobulin، بيدي حاجة اسمها الاي جي ام والاي جي اي والاي جي جي، دول ثلاث اجسام مضادة مهمين جدا في جسم الحيوان. الاي جي ام ده يقعد في الدم يقاوم اي ميكروب او حصل سبتسيميا، الاي جي اي ده بيروح على الاغشية المخاطية في الجهاز الهضمي والتنفسي، والاي جي جي ده برضو موجود ان هو بيدخل على الدم ويروح على الاورجنز. دول ثلاث اجسام مضادة بيجوا عن طريق السرسوب. في نقطة مهمة أوي ومعلومة يمكن كثير من الأطباء ما ياخدوش بالهم منها، إن العجل لما بيتولد مستوى الكورتيزون في الدم بيبقى عالي، وعلو الكورتيزون في الدم ده بيساعد على امتصاص الأجسام المضادة الموجودة في السرسوب في خلال الساعات الأولى بعد الولادة.
لكن لو ان الكورتيزون ده، الكورتيزون الطبيعي ده كانش عالي او كان نازل خالص، ما يحصلش امتصاص للاجسام المناعيه الموجوده في السرسوب، رغم ان العجل خد السرسوب لكن ما استفادش من الاجسام المناعيه الموجوده فيه، لان الكورتيزون اللي بيساعد على امتصاص الاجسام المناعيه ديت منخفض. طب ايه اسباب انخفاض الكورتيزون؟ ايه اسباب انخفاض الكورتيزون؟ لو ان حصل ان العجل ده نزل بريماتيور، في لسه ما كملش ميعاد الولاده بتاعه، او كان جو بارد جدا، حيوان ولد البقره ولا الغنم ولدت في جو، او انت عملت سيزيريان سيكشن للحيوان، عمليه قيصريه، بينزل العجل ما كورتيزون فيه منخفض جدا، وبالتالي لو جه ياخد السرسوب ما بيستفيدش منه. طب نعمل ايه؟ النقطه دي بقى مهمه يا جماعه، خلوا بالكم معايا. بيقولك the administration of corticosteroids to premature newborn calves may enhance their survival. يعني ممكن العجل اللي لسه مولود ده احقنه ديكساميثازون في الوريد علشان يرتفع في الدم، عشان يساعد على امتصاص الاجسام المناعيه الموجوده في السرسوب. ده لو كان حاله cold stress او premature birth او cesarean section او dystochia. هل ممكن يعني لو الحيوان ده ما خدش السرسوب، هل في بديل ممكن ان اتعامل وادي ارتفيشال، بيسموه ارتفيشال باسيف اميونيتي، ارتفيشال باسيف اميونيتي؟ ممكن ان انا ادي اجسام مضاده جاهزه اجيبها من الام، السيرم بتاع الام هنا فيه اجسام مضاده، ما هو بتنزله في السرسوب وبيبقى موجود في السيرم، فافصل السيرم بيسموه انتي سيرم، لاخد الانتي سيرا ده واحقنه للعجل يقوم يديله اجسام مضاده لو هو ما خدش السرسوب. في بعض الفاكسينات زي الريبز مثلا، ده عباره عن ايه، هايبر اميون سيرا، وممكن اعمل بوفاين هايبر اميون سيرا واديه للعجول كنوع من التعويض عن السرسوب. وفي شركات دلوقتي يعني بنتكلم عنها ان شاء الله، عامله برضو الاجسام المناعيه دي وبتتباع كتعويض عن السرسوب او يساعد مع السرسوب. يبقى وين كولوستيرام كانت بيوزد، لو احنا عندنا خلل في الكولوستيرام او مش موجود، ممكن ان احنا نعمل باسيف اميونيتي فيدنج نيونيتال كافز ويز بوفاين سيرم بيزد كولوستيرام. طب نيجي بقى نتكلم عن النوع الثاني، وهو ده حديثنا النهارده، اللي هو الاكتيف اميونيتي. لان الباسيف اميونيتي اللي بتتكون عند العجل المولود او الحمل او الحوار ما بتقعدش اكتر من شهر او شهر ونص وتنزل، بسموها acquired، مكتسبه او active immunity، اللي هي التحصينات والتطعيمات اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. ودي بتشمل ان هي بتدي حاجه اسمها هيومورال او سيل ميديتد immune response، بتنشط الهيومورال سيستم والسيل ميديتد اللي هو بيمثلهم حاجه اسمها البي سيلز والتي سيلز. الاكتيف اميونيتي كولد اكوايرد اميونيتي، اللي هي التي سيل والبي سيل والبيتا سيل، دي هم دول اللي بيتكونوا في الجسم لما بندي تطعيم، بتتكون حاجه اسمها لونج تيرم اميونولوجيكال ميموري، بيصبح عند الحيوان ذاكره. يعني على سبيل المثال انا حصنت فوت اند ماوس، فيبدأ البيتا سيل والتي سيل يكونوا ميموري، خزنوها في الجسم، يعرفوا خلاص ان الفوت اند ماوس ده عرفوا مواصفاته وحجمه ونوعه، فلما يجي الحيوان يتعرض لفوت اند ماوس تطلع الميموري سيل دي تهاجم الفيروس وتمنع حدوث المرض. وهكذا بالنسبة للباستريلا والكولستريديا واللامبسكين والبوكس وجميع الأمراض اللي هي الاميونولوجيكال ميموري، الذاكرة التحصينية المتكونة في الحيوان نتيجة لعملية التطعيم. التحصينات مهمة جدا ان هي تعمل مناعة للحيوانات، خاصة القطعان الكبيرة 1000 و2000 و3000، مش مستني المرض يجي يبهدله ويعمل لي نسبة وفاة عالية. تاني حاجة ان هو بيساعد على زيادة الانتاج واستهلاك الغذائي. رابع حاجة ان هو بيمنع انتقال الامراض اللي هي خاصة الامراض الزونوتيك ديزيزز، تنتقل للإنسان زي الريبز والريفت فالي والبروسيلا.
وتتحكم في الأمراض، خاصة الأمراض الحيوانات المنزلية وكده. أنواع الفاكسينات هو عندنا نوعين اللي هنتكلم عنهم النهاردة، اللي هو Living Attenuated Vaccine اللي هو الفاكسين المضاعف الحي المضاعف، وال Inactive Vaccine أو اللي هو الكيلد Vaccine. دول هنتكلم عنهم بالتفصيل وندي أمثلة للتطعيمات الموجودة سواء كانت أجنبية أو محلية. هنتكلم النهاردة عن مرضين اللي هم الباسترولوزيس اللي هو التسمم الدموي، والكوليستريديا اللي هو التسمم المعوي. نعرف ده كيلد ولا اتينيويتد. هنتكلم عن النوع الأول عشان لو حد بيقرأ فينا أبحاث أو كتب بيسموه في الكتب انفكشوس فاكسين انتيجين، انفكشوس فاكسين اللي هو الليفينج اتينيويتد، هي اللقاحات الحية المضاعفة بيسموها موديفايد ليفينج فاكسين. ممكن تتاخد عضلي وتحت الجلد وانترانيزل، ده اللقاحات الحية المضاعفة زي اللامب سكين ديسيز، زي البوكس. هندي اللقاحات الحية دي فيها مزايا تختلف عن اللقاحات الميتة، إن ممكن تدي مناعة لمدة سنة وأكتر، وبنديها مرة واحدة ما بنحتاجش ندي بوستر دوز. يعني دايما اقول لك ادي تطعيم زي البروسيلا، زي الباستريلا مثلا، ندي جرعة وندي جرعة منشطة بعد شهر ونص. الكوليستريديا ندي جرعة وندي جرعة منشطة بعد شهر ونص، او شهر وشهر ونص، يعني 4 اسابيع او 6 اسابيع. دي لقاحات ميتة بتحتاج بوستر دوز، لكن اللقاحات الحية ما بتحتاجش بوستر دوز، تتاخد مرة واحدة، بتتاخد كل سنة. لكن النوع الثاني اللي هو النون انفكشوس فاكسين اللي هو بيسموه اللقاحات الميتة او الكيلد فاكسين، ده ممكن يتاخد تحت الجلد او يتاخد عضلي حسب الشركة المنتجة. ممكن يكون ميكروب مضاعف او التوكسين مضاعف. يعني ايه التوكسين مضاعف؟ ما احنا عندنا الكوليستريديا اللي هم 10 انواع من الكوليستريديا دول بيطلعوا توكسين هو اللي بيموت الحيوان، بلبي كيدني والتيتانوس والانتيروتوكسيميا، كوليستريديا بيرفرنجز، كل دول بيطلعوا توكسين. فخدوا التوكسينات اللي بتطلعها الكوليستريديا دول وضعفوها في المعمل بإضافة الفورمالين أو بالحرارة، فأصبح اسمها توكسويد. يعني التحصين بتاع التسمم المعوي ما هوش تحصين للميكروب الكوليستريديا نفسه، لا ده تحصين للتوكسين بتاع الكوليستريديا، ذلك بيسمى توكسويد. ماشي يا جماعة، اوعى تناموا مننا بقى، صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، عشان الحاجات دي كلها مقدمة كلها مهمة عشان ندخل في الموضوع الايه المهم. يبقى اللقاحات الميتة زي الموضوعين اللي هنتكلم عنهم النهاردة اللي هم التسمم المعوي والتسمم الدموي، دول تحصينات ميتة بالفورمالين أو بالحرارة، ودول لازم يتاخد لهم بوستر دوز، تكرر الجرعة، وبيدوا مناعة ويكررها كل 6 شهور، ما يقعدش سنة زي اللقاحات الحية. هنتكلم عنه إن شاء الله. خصائص اللقاحات الميتة إن هي بتحت برايمري دوز، وبعدين ندي سكندري دوز بعد 3 ل 6 أسابيع، يعني بعد شهر تقريبا. بعد كده ندي أنيوال يعني كل سنة، أو في حالات الوبائيات بنديه كل 6 شهور. يعني لقاح التسمم الدموي والمعوي يفضل في قطعان الأغنام وقطعان الأبقار إن أنا أديه كل 6 شهور، لكن في بعض الأبحاث يقول لك ممكن نديه بعد سنة، لكن هو يعني لما قريت على الموضوع يقول لك إن هو أفضل كل 6 شهور، ونديه للأمهات الحوامل قبل الولادة بشهر أو شهرين تاني جرعة تانية. الرسمة دي جميلة أوي ومهمة. لو احنا عندنا باسيف اميونيتي، العجل اللي خد السرسوب، العجل لما بياخد السرسوب عندنا فيه جايب مناعتين، لو هي الام متحصنه بالكوليستريديا ومتحصنه بالباستريلا، فالتطعيم بتاع الباستريلا العجل بيقعد فيه شهر بس، شهر 4 اسابيع، وتنزل بعد شهر. تطعيم بتاع الباستريلا اللي جاي في السرسوب من الام ما بيقعدش اكتر من شهر في العجل، بينما تطعيم بتاع الكوليستريديا اللي جاي من الام
بيقعد لغاية شهرين، 8 أسابيع. طيب أنا بقى مفروض عند شهر لو هو أنا هبدأ أحصن عجل أو حمل أو حوار جاي من أم محصنة، أبدأ أحصنه عند إيه يا جماعة؟ عند عمر شهر، لأن المناعة بدأت تنزل أهو. فأبدأ أحصن أدي الجرعة الأولى عند عمر شهر، وبعد 4 أسابيع أدي الجرعة الثانية. ليه الكلام ده؟ عشان المناعة نزلت أهي، المناعة هنا نزلت والمناعة هنا نزلت. فدي مهمة جدا يا جماعة، خلوا بالكم منها. التحصين التاني، هعيد بقى الكلام وادي امثله. التحصين الحي اللي هو مش هنتكلم عنه النهارده، هنتكلم عنه بعدين، اللي هو مرض الجلد العقدي، لامب سكين ديسيز، والبروسيلا، والاي بي ار، والبارا انفلونزا، والبي ار اس في، البوفاين ريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس، دول بيبقى لقاحات تحصينات حيه، وقلنا بتاخد مره واحده ولا يحتاجش جرعه تنشيطيه، وممكن يقعد سنه كامله ما يحتاجش ان احنا نحصن. بروسيلا، لامب سكين، والاي بي ار اللي هو بقى اللي هنتكلم عنه برضه ان شاء الله المره الجايه، اللي هو الكاتل ماستر 4 وال5 والحاجات دي. طيب في نقطه مهمه قوي، نقطه علميه. طب افرض انا، احنا بنقول التطعيم ده بيدي مناعه لمده سنه، افرض انا جيت بعد 6 شهور كنت محصن لامب سكين، وجيت بعد 6 شهور اديت جرعه تحصين تاني، هل تعمل حاجه اسمها نيوتراليزيشن، يعني تعادل الاجسام المضاده اللي موجوده في الجسم من التحصين الاولاني، تعمل ولا ما تعملش يا جماعة؟ لو كان تحصين حي living attenuated تعمل فعلا، يعني خطر جدا ان انا ادي تحصين مرتين في السنة للامب سكين مثلا، لان التحصين الثاني هيعمل تعادل للاجسام المضادة الموجودة عند الحيوان، او لو موجودة عنده من الكولوسترام. فناخد بالنا هنا عشان نعمل حاجة، بنعمل اختبار مناعة، الدكتور ابو عبد الرحمن طبعا بيعمله في المعمل الى ليزا، ويشوف الاجسام المضاده هل نزلت ولا طبيعي، وعشان ندي تحصين ولا لا. حتى الموضوع ده مهم في الدواجن، على طول بيبعتوا عينات ويشوفوا المستوى المناعي في الدواجن. الكلام ده قلناه ان التحصين اللقاحات الحيه. التحصين الميت بقى زي الحمى الكلعيه، الباستريلا، حمى ال3 ايام، الكوليستيريديا. النهارده بنتكلم على الباستريلا والكوليسترول، دي كلها تحصينات ميته. خلي بالكم التحصينات الميته بتتحفظ في الثلاجه، يعني لما يكون عندك تحصين حمى كلاعيه او باستريلا او حمى ال3 ايام او كوليستريديا تحفظ في الثلاجه. بينما تحصينات اللقاحات الحيه اللي هي زي ايه يا جماعه؟ زي اللامب سكين. فينك يا أسامة عبد الباقي؟ لسه فاكر تحضر يا أسامة، جزاك الله خير. الطلاب بتوعنا بتوع الزقازيق دول يعني المفروض يحضروا أول ناس. اللقاحات اللي نرجع تاني نذكركم بيها، اللقاحات الحية زي إيه؟ اللقاحات الحية زي الجلد العقدي والبروسيلا، كانت الماستر والحاجات دي بتتحفظ في الفريزر، والبوكس، البوكس بتاع الجامعة الماسكة من البوكس والشيب بوكس بيتحفظ في الفريزر، ويبقى كده بودرة كده في فايل ومعاها السولفنت، السولفنت يتحل ونديه. يبقى التحصينات الحية بتتحفظ في الفريزر، الديب فريز يعني، واللقاحات الميتة بتتحفظ في الثلاجة. ده حاجات مهمة قوي، وإلا التحصين يبوظ عندك. لو حطيت التحصينات الميتة في الفريزر تبوظ، ولو حطيت التحصينات الحية في الثلاجة تبوظ، فما بالك بقى لو حطيتها بره الثلاجة، إيه اللي هيحصل لها؟ طبعا عايز الدكتور يكون عنده ضمير ما يغشش الناس، ويحافظ على اللقاحات دي، لانه بفلوس وامانه هيتسال عليها يوم القيامه، انك تدي تحصينات بايظه للناس تحصنها، مش هجيب نتيجه طبعا. الكلام ده قلناه خلاص، اللقاحات الميته. طب افرض بقى انا عندي حملت تحصين بباستريلا، والمفروض ان هي تدي مناعه لمده 6 شهور، جيت انا حصنت قبل 6 شهور 4 شهور، هل ده يعمل نيوتراليزيشن للاجسام المضاده الموجوده من التحصين الاولاني؟ لا ما تعملش. طب هل تعمل نيوتراليزيشن لو كان العجل واخد مناعه من السرسوب؟ لو انا حصنت بدري، يعني المفروض المناعه الاميه اللي هي الباسيف اميونيتي بتقعد شهر او شهر ونص للعجل او للحمل، لا انا جيت عند عمر 15 يوم ورحت محصن باستريلا،
هل تعمل نيوتراليزيشن للمناعة اللي جاية من الأم؟ لا ما تعملش. يبقى دي نقطة مهمة أوي، إن التحصينات الميتة اللي هي بتاعة التسمم الدموي والتسمم المعوي لو اديت قبل المدة اللي مطلوب إن أنا أديها ما تعملش نيوتراليزيشن، ما تعادلش الأجسام المناعية اللي موجودة في الجسم. تاني بقول ان التحصين الميت بيحتاج لجرعة منشطة، وندي جرعة للأم الحامل قبل الولادة بشهرين أو بشهر عشان يدي مناعة تنزل في السرسوب. يبقى أنا بعد ما عملت تحصين، أنا نفترض مثلا نتكلم على الباستريل أو كولستريديا، اديت جرعة أولى، المناعة بتبدأ ترتفع بعد شهر، بس لو الحيوان تعرض لإصابة ما تصدش، لازم أدي جرعة منشطة. بعد الجرعة المنشطة اللي هي بعد الشهر الثاني تبقى المناعة هنا 100%، ما يقدرش إن شاء الله تصد الحيوان يصد. يبقى لازم ياخد جرعتين عشان تصد المرض، ما يقولش أنا اديت يا دكتور تحصين باستريلا والحيوانات أصيبت. لازم يا جماعة بعد الجرعة الأولى، لو اديت جرعة واحدة بس ممكن الحيوانات تصاب، لازم ادي جرعة تانية منشطة بعد الجرعة الأولى بشهر عشان المناعة الكلية تبدأ تتكون وتصد المرض إن شاء الله. وهنقولها من الأبحاث، هقولها كلها أبحاث، الكلام ده هقوله أبحاث، هذكر ملخصات أبحاث كتبها. طب هل انا يعني دلوقتي عندي حملان؟ انا بتكلم على الحملان، الكلام ينطبق على الحيران، ينطبق على العجول، لكن انا واخد الحملان كمثال. دلوقتي انا عندي امهات ولدت حملان يعني، بس جايه اقول الام دي ما كانتش متحصنه، هل ممكن احصنها عمر يوم او يومين او 3 ايام؟ انا قريت في الموضوع ده بالتفصيل وقالوا ممكن عند عمر يومين او 3 ايام، اهو زي البحث لامب اند كيدز whose dam were not vaccinated can be vaccinated within some success at 2 to 3 days of age and again in 2 weeks. عشان ده السؤال دايما كان يسأل فيه الدكاترة، يا دكتور ممكن احصن عن عمر يوم او يومين او ثلاثة، لكن الافضل ما حصنش عن عمر يوم ويومين وثلاثة. ليه بقى؟ الجزء الثاني بيقول اهو، however later vaccination، كل ما اخرنا التطعيم، will be more successful since cholesteridial antibody interfere with vaccination at very young ages. الجهاز المناعي عند العمر الصغير ده ما يكونش لسه well developed، وكمان يبقى فيه مناعه جايه من السرسوب. خلاص دي يا جماعه مهمه قوي النقطه دي. الطعام عند عمر يوم، ممكن عمر يوم يومين ثلاثه لو هي جايه من ام غير محصنه. طب لو جايه من ام محصنه، طب نقول العنوان ده الاول، متى مده المناعه قد ايه؟ وازاي اعرف ان القطيع؟ دايما دكاتره يسالوني، لسه دكتور سالني يوم الجمعه، اهلا يا دكتوره فاطمه، لسه دكتور سالني بيقول لي طب يا دكتور انا دلوقتي عايز اعرف القطيع عندي المناعه بتاعته وصل. طبعا الكلام ده لازم معمل، ابعت عينه للمعمل ويشوف لي التتر بتاع الاي جي جي والاي جي ام والاي جي اي والحاجات دي، لكن هنقول كلام عام كده. لو انا اديت جرعه اولى تطعيم تسمم دموي أو معوي، بعد 36 يوم من التطعيمة الثانية بيبقى وصل للبيك، 36 يوم يعني نقول شهر، بعد شهر من التطعيمة الثانية بيكون وصل القمة، البيك بتاع الايه، الانتي بودي تتر، وتقعد القمة دي عالية لمدة 3 شهور 90 داي، وعند 6 شهور تبدأ المناعة تنزل زي may be undetectable by 6 months. عشان كده بنقول نحصن بعد 6 شهور. يبقى بعد الجرعة الثانية من التطعيم اللي هي الجرعة المنشطة بشهر بتبقى المناعة وصلت للقمة، وتقعد وصل للقمة لغاية 3 شهور، بعدين تبدأ المنحنى ينزل ينزل ينزل، عند 6 شهور كان بي اندتكتابل، يعني ممكن تلاقي المناعة نزلت خالص. عشان كده بنقول دايما نحصن بعد كل 6 شهور. الكلام ده في الحملان او العجول او الحيران، كلام برضو على التسمم الدموي والمعوي، الباستريلا والكوليستريديا. في بروكوشن مهمة قوي، وانا بحصن انا الازازة بتاعت التحصين قبل ما ابدا اخد منها في الاوتوماتيك سيرنج وابدا احصن، لازم اهزها
should be shaken before use عشان اخلط الفاكسين كويس. ويفضل ان انا استخدم السرنجه الاوتوماتيك فاكسين اوتوماتيك اكويبمنت اللي هي بتبقى مرقمه كده، واضرب اضرب اضرب، ولازم يبقى معايا كولمان اللي هو فيه التلج. ومحصنش يا جماعه الظهر الساعه 1 الظهر ولا 2 الظهر ولا 3 في عز الحر، ده غلط هيأثر على الفاكسين. دايما حصن بدري بعد الفجر او قبل الغروب، ويكون معايا كولمان اطلع واسحب ودي وغير الابره بابره معقمه. فاكسين ماست بي ادمنسترد يوزنج ستيرايل نيدل اند سيرنج، تكون معقمه عشان ما يحصلش انفكشن وخراريج ومشاكل. التحصين دايما يبقى فرق. بشوف ناس كتيره خاصه في مصر بيحصنوا، يرفعوا رجل الحيوان الشمال كده ويحصن تحت الابط عند الالبو، ده ممكن، ده مفيش فيه مشكله، ولكن الافضل ان انا يبقى في الرقبه خاصه من ناحيه الليفت سايد سابكوتينيوس، في اللاتيلر سايد، في الابر نيك، في زي ما انتم شايفين الصوره كده، ده افضل مكان للتحصين. او ان انا ارفع رجل الحيوان القدامانيه واضرب الابره كده فوق الريبس تحت الابط تحت الالبو. ولازم النقطه رقم 5 دي مهمه قوي. رقم 5 بتقول ايه؟ عشان كده ما رضيتش اكتب جرعات التحصين ولا الكلام ده كله. بتقول all vaccine should be handled according to manufacturer's recommendations، امشي حسب الشركة المصنعة للقاح. يقول لك ادي 1 سنتي ادي 1 سنتي، ادي 2 سنتي ادي 2 سنتي، ادي تحت الجلد ادي تحت الجلد، ادي عضلي ادي عضلي. ما نألفش، ما فيش تأليف فيها، ولا أنا ولا تسأل أستاذ ولا غيره، لا الشركة المصنعة للقاح أو التطعيم هي اللي كاتباه على العلبة، امشي عليه. All vaccines should be handled according to manufacturer's recommendations. طب نيجي بقى نتكلم على اللقاحات اللي عندنا اللي هي كلد فاكسين. هنتكلم على الباستريلا وعلى الكوليستيريديا. باستريلا فاكسين. طبعا هندي امثله موجوده عندنا في مصر، الدكتور ايمن معانا اهوت، في دكاتره من مصر. معرفش يا دكتور ايمن برضه تقول لنا لسه التحصينات دي موجوده ولا لا، والدكتوره فاطمه والناس دول. عندنا فيه هيموراجيك سبتسيميا فاكسين اسمه اتش سي فاكسين، ده بتوع معامل العباسيه، ده اللي هي التطعيمات الوطنيه اللي هي مش مستورده. جرعه 2 مللي في الكاتل 1 مللي في الشيب، بتاخد عضلي وبيدي مناعه لمده 9 شهور. ده الاتش اس فاكسين ده في مصر، عشان الجماعه اللي معانا مش من مصر ما هي ما مش هيلاقوه غير اللي في مصر. والنيمو باك فاكسين ده برضو بتاع ايه؟ بتاع باستريلا، بولي فيلنت باستريلا. في بقى لقاحات مستورده، انا جبت امثله اللقاحات المستورده، يعني مش بعمل دعايه لشركه ولا حاجه، لان قعدت ادور في النت اشوف ايه اللقاحات الموجوده، فجبت بعض الامثله. باستر اوفيز مثلا ده فاكسين بيتم تحصين الباستريلا في الاغنام والحيران، والباستريلا هيموليتيكا والباستريلا مالتوسيدا، او مانهيميا هيموليتيكا والباستريلا مالتوسيدا، باستر اوفيز. طيب نيجي تحصينات الكوليستيريديا. عندنا 10 انواع من الكوليستيريديا. كوليستيريديم بريفرنجز 4 انواع، A و B و C و D. كوليستيريديم شيفواي، كوليستيريديم نيفواي، كوليستيريديم تيتيناي، كوليستيريديم بوتينيليوم، كوليستيريديم، يعني 10 انواع. لذلك عملوا تحصين يشمل ال10 دول زي الكوفاكسين 10. كان الاول في كوفاكسين 8 وده ما زال موجود ضد 8 ميكروبات، ده توكسويد يا جماعه، انا قلت الكلام ده عشان الناس اللي لسه داخله، ده توكسويد يعني مش ميكروب مضاعف، لا التوكسين مضاعف، بيضيفوا له فورمالين او حراره. في عندنا كوفاكسين 8 ده ضد 8 ميكروبات كوليستريديا، مهم جدا جدا، لان امراض الكوليستيريديا ديت ملهاش علاج. البالب كيدني والكوليستيريديم بريفرنجز اللي هو انتيرو توكسيميا اللي هو التسمم المعوي، والبلاك ليج يعني بيصيب العضلات، بلاك ليج والمالجنانت وديما والتيتانوس والحاجات دي كلها علاجها صعب جدا. فلذلك مهم جدا التطعيمات. كوفاكسين 8 وفي كوفاكسين 10 ده اللي هو بياخد ال10 كلهم مع بعض. برضه نمشي يتحسب تعليمات. في كوجلا فاكس ده برضه تحصين كوليستيريديا، نمشي حسب الارشادات بتاعت الشركه المنتجه. في دواء اسمه هيبتا فاك، انا كتبت هيبتا فاك بي بلس لان هو هنا قايل ان ممكن
بيشترط بقى، انا بقول لك التطعيم ده ما تدوش قبل 3 اسابيع من عمر الحمل او العجل، ما ينفعش تديه قبل 3 اسابيع. هو قال كده خلاص نلتزم بالكلام ده، ما ندهوش عمر اقل من 3 اسابيع. لكن في بعض التطعيمات يقول لك لا، ممكن تديه عمر يوم او يومين او 3 ايام. لقاح التسمم المعوي لازم نرج الزجاجة قبل الاستعمال، بيتحقن تحت الجلد في منطقة الرقبة 2 سم لكل رأس حسب الشركة المنتجة زي ما قلنا. والإناث اللي هي الأمهات بندي جرعة قبل الولادة ب4 أسابيع عشان ينزل في السرسوب. طيب لو عندي حملان من أمهات غير محصنة، أمهات غير محصنة ممكن أحصن عند الأسبوع الثالث، أو أحصن زي ما قلنا عند عمر يوم أو يومين أو 3. لا آسف، لو هي أمهات محصنة بنبدأ تحصين عند عمر 3 أسابيع أو شهر. لكن لو هي حملان أو حيران أو عجول جاي من أمهات غير محصنة، ممكن خلال الأسبوع الأول ندي جرعة، وبعد 4 أسابيع ندي جرعة تانية. ينفع كده يا دكتور بحيري تيجي في آخر الحفلة كده؟ أنا كشفك واحد واحد يعني. مش مشكلة، انت على العموم تسمع المحاضرة في العربية على اليوتيوب يعني، هتتعوض ان شاء الله. اللقاح التسمم المعوي يا جماعة احيانا يحصل له رد فعل بتاع الكوليستريديا، ممكن الحرارة ترتفع شوية، الحيوان يمنع الاكل، ده طبيعي. بس المفروض ما حصنش الحيوانات المجهدة ولا الحيوانات المريضة، ماشي؟ يعني مش هيجيب رد فعل لان المناعة هتبقى ضعيفة. ولا حصن تحت ستريس فاكتور، حر شديد او هواء او في غبار او في رياح شديده، ما نحصنش في وجود ستريس فاكتور عشان التطعيم يجيب نتيجه. لا نحصن حيوانات مريضه ولا نحصن حيوانات تحت ستريس فاكتور عشان التطعيم يجيب نتيجه كويسه. ده بحث انا انتي بودي تتر، بنقيس كانوا بيقيسوا الانتي بودي تتر بعد 36 يوم من التحصينه الثانيه بيوصل للبيك، وتقعد زي ما قلنا لغاية 90 يوم، وبعد كده تنزل عند 6 شهور، تبدأ التطعيم ينزل بعد 6 شهور. عشان كده قلنا نكرر التطعيم بعد 6 شهور. ده التسمم المعوي هو الكوليستريديا، والكلام ده قلناه vaccination of use result in lamb with higher antibody concentration until 10 weeks postpartum. يعني لو الحمل جاي من أم محصنة بتقعد المناعة عنده عند العجل ده أو الحمل ده لشهر ونص. فلو هنحصن ما نحصنش قبل شهر ونص لو هو جاي من أم محصنة. طب هل لو احنا عندنا عجل جاي من أم محصنة ولسه التتر عالي وجيت انا حصنت، هل ده التحصين اللي انا اديته ده يرفع المناعة؟ لا مش هيرفع المناعة. طيب في سؤال بيقول هل لو تم تحصين الحملان المولودة من أمهات محصنة خلال ال3 شهور الأولى من العمر يعادل الأجسام المضادة الموجودة؟ ده قلناه في الأول، لا لو هو ميت ما بيعادلش، جميع اللقاحات الميتة لا يحدث نيوتراليزيشن للأجسام المناعية إذا كررت التحصين في فترات متقاربة. لكن لو كان لقاحات حية زي اللامب سكين والبوكس والبروسيلا بيعمل نيوتراليزيشن لو أنا اديت التطعيمة الثانية قبل ما انتهاء التطعيم مدة التطعيمة الأولى. الأجسام المضادة للقاح التسمم المعوي ملخصة بيقول لك إن يصل تركيز الأجسام المضادة إلى القمة في 36 يوم ويقعد مرتفع لمدة 3 شهور ويختفي بعد 6 شهور. ده بحث، كل ده أبحاث أنا واخدها وعامل لها ملخص كده عشان إيه أجاوب على الأسئلة بتاعتكم. هل التطعيم في عمر مبكر يؤثر على المناعة المكتسبة من الأم؟ يعني عجل جاي من ام محصنه وعنده لسه الانتي بودي بتاعه الكوليسترول موجوده في جسمه، وانا طعمته، تحصين عند عمر 10 ايام من عمر المولود لا يؤثر على المناعه المكتسبه من الام؟ ده برضو بحث. لامب كان بي بروتكتد باي 2 دوزز اوف فاكسين انتي منشند فروم 10 دايز اولد كوليسترول انتي بودي، ما ياثرش على الايه. طيب في بقى سؤال دايما الدكاتره يسالوه كلام، يعني بصراحه انا قعدت بقالي كام يوم اجيب فيه الملخص المفيد وعندي الابحاث موجوده، لان في شركات عملت تحصين باستريلا مع كوليستريديا في نفس الوقت. يا جماعه اللي بيسالوا دول يستنوا شويه. الدكتور محمد الله يبارك فيكم، عشان الاسئله بس
خلاص انا قربت اخلص اهو بقى يعني، ماشي هكتب، انا هحاول ارجع تاني للاسئله الدكتور احمد فتحي والناس دول، هجاوب لكم ان شاء الله على الاسئله. اللقاح يا جماعه في موجود عندنا في السعوديه، ما اعرفش طبعا اكيد في مصر وفي كل الدول، عاملين لقاح باستريلا مع كوليستريديا، بنقول لكم نوفر الوقت والجهد وندي ابره واحده وابره بعد كده بوستر دوز وخلاص. وفي دواء مثلا لقاح اسمه بارفاك، البارفاك ده عباره عن باستريلا مع كوليستريديا. انا بقى دخلت وجبت ابحاث، ما هوش كلام الشركات المنتجه، فلقيت ان الابحاث بتقول، هي ادي بحث اهو، كومباراتيف ايفالويشن اوف انتي بودي ريسبونس ان شيب فاكسينيتد باي باي فيلنت كوليستريديا اند باستريلا كومبايند فاكسين. بيبداوا بقى يقيسوا التتر، لا انتي سيرم ويقيس التتر اللي هو الاي جي جي والاي جي ام. وجدوا ايه بقى؟ الباستريلا فاكسين از كومبايند وذ كوليستريديا فاكسين، هاويفر ذيس باستريلا فاكسين ريجيم اوف ذا دام بروفايد بس في اميونيتي تو ذا لام فور اب 5 ويكس. طيب الاهم من كده، لان الانتي بودي تتر اجينست كوليستريديا شوفواي وسيبتيكام وجدوها ان هي ما بتتاثرش، وبرضه بتوصل للقمه وتقعد لمده 90 يوم بعد التحصين. يبقى الباستريلا بيعلى التطعيم بتاعها لوحده والكوليستريديا بيعلى لوحده، يعني معنى ذلك ممكن ادي التطعيمين في ابره واحده اللي هو التطعيم مع بعض. ده كلام علمي، واللي هيتكلم فيه انا مستعد اجيب له الابحاث، ليس دعايه لشركه ولا لغيره، انا بقول كلمه الحق، ولو هو كان مكتوب غير كده كنت انا قلته برضه. لان يعني كثير من الدكاتره يقول لي لا التطعيمين دول ما بيجيبوش نتيجه. طب انت جبت الدليل من ان انا دخلت وجبت ابحاث، في تدخلوا كده في على جوجل حاجه اسمها جوجل سكولر، ان شاء الله بعمل محاضره ازاي نجمع ابحاث، وفي الباب ميديكال، باب اللي هو البي تي الاول وبعدين يو بي خفيفه ميد ام اي دي، ادخل واكتب العنوان ده، قول له كومباراتيف ايفالويشن اوف انتي بودي ريسبونس ان شيب فاكسينيت باي فيلنت، واقرا البحث او اقرا على الاقل ملخص البحث. هذا بحث تاني برضه نفس الكلام، ما وجدوا ان الاثنين ما بيتاثروش، ده بيدي مناعه عاديه وبيدي مناعه عاديه، ويدوا حيوانات كل واحد لوحده، يدى ده باستريلا لوحده وكوليستيدرا لوحده، وجدوا نفس المناعه ونفس التكوين ونفس المده، مفيش ايه، مفيش تاثير. خلاص نبدا بقى نجاوب على الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتوره فاطمه، طب نشوف الاسئله من الاول. دكتور راشد المزين، مرحب بك يا دكتور رشاد، اسف رشاد، دكتور رشاد يعني خبير التناسليات بعمان. بص يا دكتور رشاد، انا والله الكلام ده جبته من ابحاث، لكن لو انت الشركه كاتبه انه يتحط في الثلاجه حطه في الثلاجه. انا قلت يو شود فولو ذا ريكومنديشن اوف ذا كومباني، امشي حسب ما هي تقول لك، حطه في الفريزر حطه في الفريزر. لكن انا قاعدة عامة قريت ان التحصينات الحية دايما تتحط في الفريزر، اللمبي والحاجات دي والبوكس والحاجات دي. الدكتورة فاطمة بتقول طيب ليه يا دكتور الحي عكس الميت؟ ما بقولوا الحي ابقى من الميت يا دكتور، يعني ايه الحي عكس الميت؟ مش عارف يعني ايه حي عكس الميت. الميت ده ميت ميت يعني خلاص، لكن الحي ده مضاعف، ميكروب مضاعف او فيروس مضاعف، فده له شروط وله شروط. الميت دايما ندي بوستر دوز، جرعة منشطة، لكن الحي ما يحتاجش بوستر دوز. ده وكان ده سؤالك يعني، لو كان سؤال الإجابة مش واضحة اسألي تاني. الدكتور طارق بيقول عليكم السلام ورحمة الله، حالات النقل والحفظ كيف يتم التعامل مع اللقاحات الحية بحيث تكون ال، ما هو كل من برضه يعني المفروض ما يتنقلش مسافة طويلة، لو مسافة طويلة يبقى عربية فيها فريزر. يعني احنا كنا في المستشفى عندنا في العربيات المستشفى لما تروح تطعم كان فيها فريزر، فيها فريزر يتحط اللقاح في الفريزر بتاع الثلاجة. لكن لو انت هتطلعه والمسافة بسيطة او انت مطلعه يعني مفيش، حطه في التلج تكلد كتير حوالينه واللي حصن بسرعة. دكتورة فاطمة انا قلت الكلام ده قبل انت ما تيجي، تحصين الحي والميت يبدأوا يدوا مناعة بعد مدة قد إيه؟ أنا قلت التحصين الميت بيبدأ مناعة بعد الشهر من الجرعة الثانية، توصل للبيك هو 36 يوم يعني، وتدنها عالية لمدة 3 شهور،
وتبدأ تنزل عند 6 شهور تنزل خالص، ده التحصين الميت زي الكلام اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو الباستريلا والكوليستريديا. بينما التحصين الحي، وده ان شاء الله نتكلم عنه المحاضره الجايه، زي اللامبي والبوكس والحاجات دي، بيدي مناعه سنه وبندي جرعه واحده، ما يحتاجش جرعه منشطه. اكيد كده يا دكتوره فاطمه، السؤال واضح، الاجابه واضحه. دكتور احمد فتحي، لو سمحت يا دكتور، اللامبي بيتحط في الثلاجه مش في الفريزر يحصل حاجه؟ لا يا دكتور، لو هو اللامبي بيتقال ان هو يتحط في الفريزر تحطه في الفريزر، لو اتحط في الثلاجة يبوظ. انا قلت للدكتور رشاد امشي حسب الشركة المصنعة، لان في تحصينات ان شاء الله اتكلم عنها المرة الجاية، زي تحصين الكاتل ماستر 4 والكاتل ماستر 5، فيهم لقاح حي ولقاح ميت، يعني الاي بي ار والبارا انفلونزا والبوفين سيستيتال حي، والاستيريا اللي معاهم ميت يعني، فهم اللي يقولوا حطوا في الفريزر ولا تحطوا في الثلاجة. لكن اللي انا اعرفه البوكس واللامبي بيتحطوا في الفريزر. دكتور احمد فتحي، السولفنت، لا السولفنت مش مهم، السولفنت حطه في الثلاجة، حتى لو حطيته بره الثلاجة مش مشكلة. دكتور نشأت جمال، مرحب بيك يا دكتور. دكتور محمد مصطفى، وبا الدكتور محمد مصطفى، بعض الزملاء بيفرق في الجرعات بين العمر الكبير والصغير خاصة في الأغنام والماعز، هل ده صحيح؟ خاصة لو مش مكتوب على المنتج تفصيل في الجرعة بين الكبير والصغير. إزاي أنا يعني، إزاي دواء شركة مصنعة دواء ومش كاتبة الجرعة؟ يعني أشك في التطعيم ده، يعني كل التطعيمات اللي أنا شفتها لازم يكتبوا الجرعة. لو مش كاتبين الجرعة معروف الكبير، يعني في بعض التطعيمات يقول لك ادي 4 سنتي ودي للصغير 2 سنتي اللي هو الغنم، لكن انا نفسي ما اقدرش اوعدك بكده، اقول لك دايما امشي حسب الايه، حسب الشركه المنتجه. قال لك ادي 2 سنتي تدي 2 سنتي، ادي 1 سنتي تدي 1 سنتي، ما نجتهدش. دي يا جماعه دي مش فيها اجتهاد، انت ممكن تجتهد في حاجه تانية لكن ما تجتهدش في التطعيمات، ممكن يحصل رد فعل ويحصل مشاكل، او تدي سب دوز ما تجيبش نتيجه. الأسئلة راحت فين يا جماعة؟ الأسئلة يا جماعة، كل اللي بيقول لي جزاكم الله خيرا، وأنا أقول له وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور رشاد جاوبنا على السؤال بتاعه. هل يصلح استخدام تطعيم معوي منفصل مع تطعيم دموي منفصل في نفس الوقت، يعني ابره في الجنب اليمين وابره في الجنب الشمال؟ اه ينفع، اذا كانوا بنديهم في ابره واحده ما ينفعش ان تاخده، ليه بقى؟ مفيش خطوره، لا ولا يعمل اجهاد للحيوان، ويدي ده يدي مناعه ودي يدي مناعه. انا اتكلمت على الاثنين اللي في جاروره واحده، ان هم حاطين اثنين في جاروره واحده زي البرفاك ده، فانت لو وديت على اليمين اللي هو المعوي وديت على الشمال الدموي. لكن في بعض الدكاترة الأساتذة المعدية يقول لك يعني ده إجهاد للحيوان والكلام ده، ادي ده وبعد ده بعديه بأسبوع كده. لكن اللي أنا عندي الدليل إن هم الشركة عملت المنتج في جرورة واحدة. الدكتور أبو عبد الرحمن، في الإبل مش مكتوب على نوع اللقاح الجرعة ولا الإرشادات؟ امشي يا دكتور، الإبل زي الكاتل، إحنا في كنا بنحصن في المستشفى الإبل وحسب الجرعة بتاعة الكاتل، لان هم فعلا الشركات المنتجه اللي هي الاجنبيه ما عندهمش ابل البرفاك 2 مللي تحت الجلد، ده في الجمل يا دكتور 2 مللي بندي تحت البرفاك 2 مللي تحت الجلد. الدكتور ابو عبد الرحمن بيقول يفضل لانجاح عمليه التحصين والحصول على اعلى حمايه اعطاء القطيع رافع مناعه، صح الكلام ده؟ انا هتكلم عنه ان شاء الله في المحاضرة الجاية، مجهزة اللي هي روافع المناعة المهمة للتحصين، ممكن ندي فيتامين سي كرافع مناعة عشان يساعد على التحصين. اه حلو، السؤال ده مهم جدا، انا ما قلتش مصطفى البدري، الدكتور مصطفى البدري. الزجاجة يا جماعة لما تتفتح، يعني انا عندي باستريلا مثلا فاكسين، كنا لما نطلع مثلا الباستريلا مثلا بتعمل 250 حالة او 75 حالة حسب الحيوان، الباقي ما ينفعش يرجع التلاجة تاني، يترمي. التحصين الباقي من الباستريلا أو الكولستريديا
يترمي ما يستخدمش مرة تانية. دكتور البحيري نفس التحصين، بيختلف طريقة حفظه حسب، أنا أقول كده برضه صح، حسب الشركة المنتجة. الطاعون الخاص بالزراعة فريزر، والأردني ثلاجة. شفت كلامك صح يا دكتور، حسب الشركة المنتجة. الأردني بيقول حطه في ثلاجة، وبتاع الزراعة بيقول لك حطه في الفريزر. هما اللي مصنعين وهما اللي عارفين، زي ما بيقول الحضر العفريت هو اللي يصرفه. الدكتور مصطفى البدري، لو الأم محصنة بجرعة واحدة هل تعطي مناعة كافية؟ لا يا دكتور، الأم لو اتحصنت قبل الولادة بشهر بينزل المناعة في السرسوب، بس المفروض إن هي كانت محصنة قبلها ب6 شهور قبل الحمل. لكن لو اتخذت مناعة جرعة واحدة قبل الولادة ده كويسة، ممكن تدي مناعة للعجل. معلش وأنا بحرك ممكن السؤال يروح ولا حاجة من غصب عني. الدكتور بيقول إيه، الدكتور محمد مصطفى، هل يصلح استخدام تطعيم معوي منفصل مع تطعيم؟ أنا جاوبت على السؤال ده، جاوبت على السؤال ده معلش. الدكتور محمد حمدي، بس معظم تطعيمات الباستريلا بتتعب الحيوان جدا يا دكتور، وأحيانا كتير بتعمل إجهاد، وده بيعمل لنا مشاكل مع العملاء، ومعظم المربين بيرفض تطعيم المعشار. ما هو ده غلط يا جماعة والله، يعني ما اسمعش كلام المربين لأن ده يعمل مشاكل. وأنا الدكتور البحيري عارف أنني عملت مشاكل مع أصحاب مزارع، لأنه مكان منعت، لأن فعلا راح الدكتور يحصن كوليستريديا لنوك عشار حوالي 100 ناقة أو 200 ناقة، حصل 4 إجهاض، فراح مدي فرمان بمنع التحصين، وجيت الولادات الحيران نازلة من أمهات غير محصنة، وكمان ما خدتش سرسوب، فموت موت موت. فقلت له يا دلوقتي أنا عايز أقول لك حاجة، لو إن الأمهات مات 4 من 100، ولا حيران تنزل ويموت 50% من الكوليستريديا أفضل. جاوبت على سؤال السولفنت، فمش مشكلة لو حصل رد فعل يا جماعة أو حالات إجهاض، مش مشكلة أخف من إن أنت إن الأم ما تتحصنش وينزل العجول السرسوب ما فيش فيه أنتي بودي، ويحصل نسبة نفوق 50% و20%. الكوليستريديا نسبة النفوق فيها عالية، لازم تقنعهم وتقعد معاهم كده تفهمهم وتشرب معاهم شاي وتدعي لهم ربنا يهديهم. بس يا دكتور أسامة عبد الباقي، خلاص يا دكتور مصطفى الطيب، الطاعون والجدري مكتوب عليه 2 ل 8، من خلاص انا قلت التزم باللي قايله الشركه، لان ده في اردني وفي مصري وفي مستورد امريكي، الشركه كاتبه عليه التزم بيه. الدكتور تيمور بيقول تطعيم الجدري الأردني وهو حي بطبيعة الحال الشركة بتقول حطه من 2 ل 8 زي ما قال الدكتور بحيري، يبقى ما يحتاج يحفظ في الفريزر. صح صح يا دكتور، لو هم قالوا كده أنا دي كنت بدي معلومات عامة، وأنا بعتذر إن أنا قلتها لأن فعلا ده هتعمل لكم لخبطة. أنا رجعت تاني وأكدت للناس اللي دخلوا بعد كده، قلت يا جماعة التزم بتعليمات الشركة المنتجة، مش بكلام الدكتور حامد، التزم بتعليمات الشركة. لو قالت لك حطه في الفريزر حطه في ثلاجة 2 ل 8 حطه. تحصين اضطراري، لما يكون في اوت بريك ممكن اعمل تحصين اضطراري، بس حصن السليم ما حصنش المريض. الدكتورة فاطمة بتقول ليه التحصين الميت ما بيعملش نيوتراليزيشن، اما الحي بيعمل؟ صح، الحي يعمل نيوتراليزيشن لكن الميت ما بيعملش لانه ميت. هل ردة الدكتور البحيري بيقول هل ردة فعل التحصين ممكن تؤدي الى موت الحيوان فورا؟ مشكلة كبيرة تداولها الاطباء في مصر عن تحصين العباسية للحمى الكلاعية. انا فعلا قريت كتير على الفيسبوك ان الدكاترة في مصر بيشتكوا من تحصين الحمى الكلاعية واللامب سكين بيعمل وفيات، فده يبقى خلل في التحصين، المادة الحاملة للفاكسين ممكن فيها مشكلة،
وفعلا ممكن هي بتعمل، المفروض تعمل حساسية، لكن عشان تعمل موت دي حالات نادرة، لكن يراجع فيها المعمل العباسية وهم أدرى في الموضوع ده. في الإبل الدكتور أبو عبد الرحمن جاوبنا على السؤال، هل استخدام الدكتور أحمد الجزار، هل استخدام مركبات السلفة بعد التحصين يؤثر على كفاحة اللقاح الحي والميت؟ لا، لا استخدام سلفة ولا مضادات حيوية تؤثر على اللقاح الحي والميت. الدكتور محمد مصطفى، هل لو موجود إصابات بالباستريلا أو الكوليستريديا في القطيع أقدر أعزل المصاب وأعالجه وأحصن باقي القطيع السليم ظاهريا؟ آه، أنا بنصح بكده في حالة الوباء، إن أنا أعزل المصاب وأعالجه وأحصنه، رغم إن ممكن يكون في السليم حالات في الإنكوبيشن بيريود وممكن تمرض، فده يعني هو إيه، أخذ بالأسباب يعني. يعني ما نتوقعش برضو ان المناعه تبقى 100% في اهلا مرحبا بك يا دكتور كمال الرفاعي. تايبس اوف هيموراجيك سبتسيميا فاكسين، وانت الظاهر دخلت الحفله متاخر يا دكتور، انا كلمت عنها بالتفصيل وقلت في لايف في الفاكسينات بتاعه السبتسيميا هيموراجيك سبتسيميا اللي كلها كيلد فاكسين، وديت أمثلة للقاحات الموجودة في مصر والأمثلة للقاحات الأجنبية وأمثلة للقاحات المعمولة باستريلا مع كوليستريديا. مش عارف أنت تقصد الإجابة دي ولا إيه. الدكتور محمد حمدي، ليه يا دكتور تحصينات الحيوانات عموما لازم تتكرر إما كل 6 شهور أو كل سنة، أما تحصينات البشر بتكون في العمر الصغير فقط، هل هناك اختلاف في الجهاز المناعي بين الإنسان والحيوان أم أن هناك أسباب أخرى؟ انا ان شاء الله المحاضره الجايه واللي بعدها لسه هتكلم على تحصينات البوكس وعلى حاجات تانية. ففي تحصينات ممكن ما تتكرر، يعني مثلا في البوكس مثلا ممكن ادي جرعه كل 3 سنين الجذري، مش لازم فعلا كل 6 شهور، يعني ممكن كل سنه او كل 3 سنين. ففي تحصينات التحصينات الميته بس هي اللي نكررها، وهي بيقولوا كل سنه، لكن خوفا من حدوث وباء، لان المزارع تلاقي مثلا عنده مزرعه ومتحصنه وراح اشترى من السوق او جاب من اثيوبيا او من السودان حيوانات ودخلها مش متحصنه، فيحصل وباء ومشكله. فعشان كده نقول دايما حصن كل 6 شهور التحصينات الميته اللي هي الكوليستريديا والباستريلا عشان تبقى في امان. لكن في بعض الابحاث يقول لك كل سنه نحفظ التحفيظ، خلاص الكلام ده قلناه. دكتور محمد مصطفى، أقل فترة قبل الولادة أحسن حصن فيها شهر يا دكتور؟ أقل فترة قبل الولادة شهر عشان نضمن نزول الأجسام المضادة في السرسوب، ما جيش أدي قبل الولادة بأسبوع مش هيعمل حاجة، شهر 4 أسابيع. وأقل فترة قبل الولادة حصن فيها، نفس السؤال ده أنا جاوبت عليه، عدم إجهاد الحيوان أثناء إمساكه الحقن يقلل حالات الإجهاد ورد الفعل. صح، احيانا يكون العمال تعاملها مع الحيوانات اللي هي الحوامل اللي هم بيسموها اللقحه، ممكن يكون ده هو سبب الاجهاض، انه يجري ورا الحيوان ويوقعه على الارض، ده اللي بيعمل الاجهاض، مش بيبقى من التطعيم يعني. هي كلها مشكله في الهاندلنج بتاع الايه الانيمالز اثناء التحكم فيها عشان نطعمها. ممكن يفلت نسبة صغيرة، أحمد فتحي، نسبة صغيرة جدا من الحيوانات في المزرعة من التحصين، هل ده يؤثر؟ لا ما يأثرش طبعا، ده شيء وارد إن في حالات الإبرة تطلع، الدواء يطلع بره وأنت بتتحصن. وبعدين للأسف إحنا كتير مننا بيعتمد على العمال في التحصين، والدكتور ما بيحضرش التطعيم ده، حتى لو أنت مش أنت اللي تحصن لازم أنت تبقى موجود من باب الأمانة لو الوقت عندك يسمح يعني، أو تنصح العالم، لان ممكن الراجل يتعب ويحصن ل 500 حاله، والتطعيم في عز الحر والتطعيم طالع من الثلاجه بقاله فتره وما بغيرش الابره ويعمل مشاكل مش مناعه. الجواب بتاع السؤال الازازه لو اتفتحت ما استخدمهاش تاني. لقاحات معظمها بتاخد تحت الجلد، لو جرعه وصل على التطعيم، لا المفروض ان انا اديها يا دكتور احمد تحت الجلد،
لكن لو دخل جزء بسيط في العضل مفيش مشكلة إن شاء الله، بس ممكن تورم تعمل مشكلة، تلاقي في عقدة كده بتتكون، ودي هتروح بعد وقت. الدكتور كمال بيقول البوليفيلنت والمونوفيلنت فاكسين، اتكلمت عنها يا دكتور كمال، اللي هو البوليفيلنت اللي هو الباستريلا هيموليتيكا مع المالتوسيدا، واحيانا يحطوا معاه كمان الايه الكوليستريديا. الدكتور محمد سودان بيقول لو دخلت لقاحين لشركتين مختلفتين على قطيع واحد في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة. ما دلوقتي انا في بعض الناس بتطعم ضد الكورونا، تاخد الجرعة الاولى اللي هو استرازينكا والجرعة الثانية فايزر، يعني خد لقاحين من شركتين مختلفتين، ما فيش مشكلة. بس دايما حاول تستخدم اللقاح بتاع الشركة تكون محترمة. اقل فترة قبل الولادة جاوبت على السؤال ده. دكتور محمد بيسأل، الدكتور حيدر، الدكتور حيدر من العراق بيقول في حالات تم تلقيح القطيع بالكوليستريديوم فايزر، صار في حالات اسقاط، وفي بعض الحالات نستخدم لقاح كوليستريديوم فايزر لعلاج حالات الاسقاط في كثير من القطعان، مع العلم تم استخدام مضادات حيوية ولم يتوقف حتى تم استخدام لقاح. الدكتور عبد الرحمن كان بيقول ملحوظة جميلة قوي، ودي انا بأيده فيها، ان احيانا يكون الاجهاض من سبب تعامل الهاندلنج بتاع العمال وجري وراهم وتوقيعهم على الارض، وما يكونش السبب من اللقاح. ان لقاحات فايزر اعتقد ان هي شركة محترمة يعني، وما اعتقدش ان هي تعمل اجهاض يعني. الدكتور محمد مصطفى اقصد كام ملي؟ 2 ملي للاغنام، هل ده معناه كبير او صغير؟ 2 ملي لا، دايما لو 2 مللي يبقى الغنمة الكبيرة، والغنمة الصغيرة بتاخد 1 مللي. بتهيألي معظم الأسئلة جاوبتها. هل دكتور أحمد فتحي تاني بيسأل هل لازم حفظ البنسلينات هل لازم حفظ البنسلينات قبل أو بعد الاستخدام؟ إيه البنسلينات دي يا دكتور؟ إيه البنسلينات؟ البنسلينات دي مضادات حيوية. إيه اللي دخل البنسلينات هنا؟ مش عارف. دكتور بيقول لو مفيش زناقة في المزرعة والحيوان بيجهد بحصله هاندلنج، هل اخد الحرارة في الحالة دي؟ بيجهد عيال بيحصله هاندلنج، هل اخذ الحرارة؟ مش فاهم السؤال يا دكتور احمد فتحي، لو تكسله تاني. لكن في حالات اجهاض تستخدم لقاح كوليسترول فايزر توقف الاجهاض بدون معرفة السبب؟ يعني حالات اجهاض بندي لقاح كوليستريديا يوقف الاجهاض؟ والله معلومه برضو جديده، انا اول مره اسمعها. الدكتور تيمور بيقول لو حصلنا البهم ب 2 سنتي يبقى مشكله من الجرعه الزياده؟ لو هو تطعيم ميت يا دكتور مفيش مشكله، اللي انا اعرفه لو اديت تطعيم الميت اللي هو الكوليستريديا والباستريلا جرعه 2 سنتي بس، زي ما قلت ممكن يعمل رد فعل وتورم في المكان، لكن الافضل الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة. الدكتور محمد العناني لو حصلنا فالانكو بيتش برو بتاع الفيروس ده ممكن يزود ضرورة الفيروس؟ ايه الفالانكو بيتش بيشتن بربوت؟ مش عارف ايه يا دكتور الفالانكوش ده، لو تعيد السؤال تاني الله يبارك فيك مش فاهمه، او تكتبها بالانجليزي. الدكتور جنة، معلش بقى دكتورة ولا دكتور، بيقول المناعة هتكون بعد البوستر. استنوا يا جماعة ما نشوف الدكتور جنة. الدكتور جنة لو الدكتور جنة راح فين؟ الدكتور جنة بسم الله ما شاء الله الأسئلة كتيرة النهاردة،
دكتور مش عارف، دكتور جنة، السؤال بتاعك راح فين يا دكتور جنة؟ سبحان الله. الدكتور محمد عناني، الانكوبيشن بيريود، انكوبيشن بيريود. اه انت كاتبها بالعربي انكوبيشن بيريود، صعب جدا ان انا اجيبها. مالها بقى الانكوبيشن بيريود؟ اه لو حصنت والحيوان مصاب بالفيروس او بالبكتيريا وكان في الانكوبيشن بيريود، التحصين مش هيجيب نتيجة، هيظهر المرض ما يلحقش. ده احنا بنقعد شهر كامل عشان التحصين المناعة تبدأ ترتفع. فلو هو في الانكوبيشن بيريود مش هيبقى التحصين له فايدة، مش له لازمة. لكن هتعمل ايه؟ ما انت ما انتش عارف، انت بتحصن هو شكله سليم فبتحصنه، لو هو في انكوبيشن بيريود هيظهر المرض عليه. لو حصلنا البهم مع الدكتور عبد الرحمن بيقول يحدث احيانا اعطاء حيوان جرعتين من اللقاح في نفس الوقت نتيجة خطأ العامل مسكه مرتين، هل في خطورة؟ لا، ما انا جاوبت يا دكتور، لو هو لقاح ميت اللي هو آه كويس. الدكتور جنة هو، استنى يا جماعة، الدكتورة جنة الله يبارك، المناعة هتتكون بعد البوستر بشهر في حالات الوباء. يا الله يا الله. دكتور محمد سوده، هل يمكن خلط لقاح باستريلا مع لقاح الانتروكسيميا من خارج الشركات المنتجة؟ لا، خليك ما يمشي تحسب الشركة، هم عاملينه لوحده، ما تخلطوش بقى، ما تعرفش حاطين مادة حاملة ايه ولا ايه، ممكن يحصل تفاعل بينهم. لكن الشركة اللي خلطتهم دي واخدة احتياطاتها وابحاث وشغلانة كبيرة، فما انت ما تعملش نفسك يعني وتقعد تخلط لي تحصينات مع بعض، ادي كل واحد لوحده. دكتور البيطار، الكلاعية جرعته 1 سم تكون الجرعة نفسها للحملان والبلغة، لكن في لقاح التسمم المعوي يكون 2 سم للبلغة و1 سم للحملان. ماشي يا دكتور، مع الالتزام بتعليمات الشركة. الدكتور أحمد فتحي بيقول معذرة والله، كل ما أجي أحرك الشريحة عندي على الموبايل الأسماء بتروح، معلش اللي ما قلتش اسمه. اه احمد فتحي بيقول سؤال خارج الصندوق، انا كنت بسأل عن هل لازم البنسلين برودكتس تحفظ في الثلاجة؟ اه خارج عن الموضوع اللي هو البنسلين يعني. لا، البنسلين اللي هو سائل اللي هو بين ستريب والبنتومايسن الافضل طبعا يتحط في الثلاجة. لكن كان احنا ايام زمان كنا بنستخدم البنسلين البشري اللي هو بودرة، ده ما بيتحفظش في الثلاجة، لكن السائل يتحفظ في الثلاجة ما يتحطش في الفريزر. تمام يا دكتور احمد فتحي. ما هو يا دكتور الحراره بتزيد في حالات اللي لو الحيوان جري فتره او بذل مجهود بيرفع فعلا الحراره نص درجه، فعايز تنزل النص درجه نزلها. لكن المفروض ان انا ما اطعمش حيوانات عندها فيفر. الجنه المناعه هتكون بعد البوستر بشهر في حالات الوباء، واعطاء تطعيم كده مفيش فايده ولا ايه؟ اه يا دكتور، لو هو في الانكوبيشن بيريود واتطعمت، لا مش هيجيب مناعة، لازم بقى المناعة بتبدأ بعد شهر من البوستر. كويس، الحمد لله كده انا جاوبت على ايه معظم الاسئلة، الا بقى لو في حد ما جاوبتش سؤاله ويعذرني، لان بتاع بتتحرك مني. الدكتور عبد الرحمن بيقول طب طبقا لتعليمات الزراعة لازم البين ستريب اللي هو البنسلين يعني المائي ده يتحط في الثلاجة، لأنه خارج الثلاجة بيتنفخ، صح يا دكتور؟ الدكتورة فاطمة اه شكرا يا دكتور تيمور، بعت وردة جميلة، ربنا يبارك فيك. الدكتورة فاطمة بتقول الأفضل أنتظر ربع ساعة مثلا للحيوان يهدى بعد خد الحرارة. ماشي يا دكتورة فاطمة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا وإياكم، وإن شاء الله هنستكمل موضوع التطعيمات، جميل قوي، ومعلومات جديدة هنعرفها الأسبوع الجاي إن شاء الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.